السؤال اللي موجود امامكم صوره تذكاريه مربعه الشكل، طول ضلعها 30 سنتيمتر ومحاطه باطار فد هامش، سمكه 5×10 سنتيمتر. اريد احسب مساحه هذا الهامش او الاطار بصوره تقريبيه. تفضل محمد، اريد هنا تساعدني في حساب مساحه هذا الاطار. وقبل ما نحسب المساحة شنو رأيك ناخذ صورة أنا وياك؟ إذا خلي ناخذ صورة أنا وياك. ابتسم، بلكي هنا تظهر الصورة على الشاشة. إذا هنا طلعت هذه الصورة، ولكن الذكاء الاصطناعي بدل لنا لون القمصلة. هسه هنا هذه الصورة مربعة، ايش قد طول ضلعها؟ 30 سنتيمتر. أريد أحيطها بإطار، هذا الإطار السمك مالته 5×10. زين، هنا هذا السمك راح استفيد منه من جهة واحدة أم جهتين؟ لا، من جهتين. أكيد من جهتين، راح يصير منا 5×10 ومنا 5×10. إذا طول ضلع الصورة مع الإطار إيش قد صار؟ صار 31. صار 31. راح تستخدم قيمة تقريبية أم تغير تقريبي؟ لا، صار تغير تقريبي. أكيد هنا تغير تقريبي. إذا قانون شنو راح تكتبه هسه؟ مساحة المربع. قانون مساحة المربع. زين، هسه هنا راح أجي أفرض مساحة المربع أي وطول ضلع اكس، القالب الجاهز هو هذا. شنو قانون مساحة المربع؟ ساد، قانون مساحة المربع طول الضلع تربيع. اذا معناها اكس تربيع. زين، الاي ايش قد راح تاخذه؟ 30 ام 31؟ لا، ناخذ 30. 30 يا عدد قريب من ال 31، اقدر اربع بسهوله 30. البي ايش قد؟ البي هو 1. البي هو 31. الاتش ايش راح يصير عندك؟ بي ناقص اي 1. اذا معناها راح يكون 1. الاي برايم للاي ايش راح يصير عندي؟ يصير 2 اكس. 2 اكس. زين، نحولها بالنسبه الى الى اي. الاكس عندنا الاثنين في 30 60، اذا راح يكون عندي 60. اذا معناها مساحه هذا الاطار ايش قد راح يصير؟ 1 في 60 60. اذا معناها راح يكون 60، 1 في 60 اللي هو 60 سنتيمتر مربع. اذا هذا يمثل مساحه الاطار. طبعا لو كانت الصوره دائريه محمد واقول لك هنا نصف القطر يساوي 30، فايش راح يصير هنا؟ 30 زائد ايش قد؟ 30 زائد قيمة تقريبية. اي، هنا راح يكون 30 زائد 0.5، لان هنا ما طول دائرة، فهنا راح اضيفها من جهة واحدة. هسه اذا اريد اتاكد مدى دقة الحل مالتنا، اذا من خلال هذه الحاسبة راح احسب مساحة الصورة بالكامل. اذا 31 في 31، اذا الجواب راح يكون 961. زين، صورة الصورة وحدها 30 في 30 راح يكون 900، ف 961 ناقص 900 راح يكون فقط 61، واحنا ايش قد حسبنا؟ اذا حسبنا 60 مع القيمه تقريبيه. شكرا لك.